جمال البشرة جزء ما يتجزأ من شخصية المرأة وثقتها بنفسها، طبعاً عقب ما نضمن أن صحتها بخير وما عندها أي نقص من الفيتامينات خاصة الأنيميا، نقص في الحديد أو أي شيء ثاني. عقب ما تتعالج من كل هذا نضمن نقاوة البشرة بخطوات بسيطة جداً، بداية بالروب أو خلنا نقول الزبادي اللي يسمونه أخوانا في بلاد الشام. إذا شفنا الزبادي بدها تنتهي صلاحيته، بدل ما نرميه نحطه على وجهنا وبشرتنا ورقبتنا وإيدينا في الأسبوع مرة واحدة، بشوفون كيف بيساعد على نقاوة البشرة، إضافة إلى وجود البيكربونات الصوديوم اللي نحطه دائما في العجين. هالبيكربونات الصوديوم إذا خلطنا وحطينا على بشرتنا تساعد على نقاوة البشرة من الحبوب. هذا نصايح الطبيب ونصايح مجرب في نفس الوقت. إذا جينا إلى بشرة وخاصة القدمين، القدمين عشان تكون في نوع من الليونة وخلنا نقول النعومة، من الأهمية في الليل قبل ما نرقد نحط على ريولنا الفازلين ونلبس إدلاغات أو خلنا نقول الشارب مثل ما يسمونه أخواننا المصريين. هذا يساعد أن يخلي ريولك ناعمة ويقلل وجود الجلد الميت من تحتها. وطبعا ختام الجمال ما ننسى الشعر، الشعر نحافظ عليه وبكثر الغسل وخاصة نبتعد عن الماء الحار. وإذا الوحدة فينا فيها قشرة نضمن أن احنا دائما عقب ما نمشط شعرنا نغسل وجهنا عشان ما تنتقل القشرة إلى جفوننا أو حتى إلى رموشنا. وطبعا إذا متعودين نستخدم الكونديشنر أو المنعم، نضمن أن احنا بعد استخدام المنعم نصب ظهرنا مرة ثانية عشان هذا يمكن يساعد على ظهور البثور وسلامتكم.